كيحيد الانتفاخ اللي تيكون هنايا تحت العين، وكيحيد لك الهالات السوداء. وإلا كانت العين ديالك يعني كتحسي بها انها عيانه، هذا راه ايفيكاس لهذا الشيء. ديري لاباس عليكم، اموركم هانيه، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي وقناتكم رشيدة بيوتي. مرحبا بالبنات اللي يلاه انضموا عندي جداد القناه، كنقول لكم مرحبا بكم، ولا خطيكم عليا الدار داركم. بالنسبه للانستغرام ديالي غادي نخليه لكم هنايا، شحال هادي ما فكرتكمش فيه، دخلوا ديروا لي متابعه. اللي بغات تهضر معايا راني كنجاوب، واخا كنتعطل شي شويه، يعني ما غاديش نقول لكم راه كنجاوب كلشي 100%، ولكن كنتعطل مي كنجاوب. مهم عليناش الفيديو ديال اليوم، بغيت ندير واحد الوصفه اللي كترطب البشره، بحكم اننا كنصومو ما كنبقاوش نشربوا الماء بزاف، والماء ملي ما كنشربوش بزاف اشنو كيوقع؟ البشره كتنشف، الهالات السوداء. دونك غادي نستعمل واحد المكون اللي كيتواجد في كل بيت، يعني في كل دار مغربيه فيها هذا المكون هذا اللي غادي نستعمل اليوم. بلا عجز بلا حتى شي حاجه غادي تنوضي، غادي توجدي معايا الوصفه. الوصفه هي هذه، خياره غادي تحيد لينا بزاف ديال المشاكل اللي كنعانيو منها في البشره ديالنا. اول حاجه بعدا كتوحد اللون ديال البشره، كتعطيك تفتيح للبشره ديالك. ثاني حاجه كترطب البشره، لان الخيار كيحتوي على مياه كثيره بزاف، واي حاجه فيها نسبه كثيره من الماء فهي اول حاجه يعني كتنفع لينا حنايا الجسم ديالنا وحتى البشره ديالنا. على داكشي غادي تبقاو معايا في هذا الفيديو هذا، وغادي تنوضي حتى انت بلا عقد غادي توجدي هذه الوصفه هذه، لان فريمون البشره ديالنا راه محتاجه للترطيب. وقلت علاش لا ما نديرش هذا الفيديو هذا، نحفز راسي انا الاولى، لان حتى انا صراحه ما نكذبش عليكم ما كنشربش الماء بزاف، وكذلك دابا مع رمضان الخدمه توجد كذا بزاف الامور، ما بقيتش كنهتم بالبشره ديالي، وقلت علاش لا نوض ندير هذا الفيديو هذا نحفز راسي انا الاولى، وكذلك نعطيكم حتى نتوما طاقه ايجابيه باش تنوضوا وتحضروا هذه الوصفه هذه، لانها فريمون زوينه بزاف. خليكم معايا. من بعد ما غسلت الخياره غادي نشدها ونحكها غير بهذه الحكاكه هذه، غادي نحكها مزيان. علاش قلت لكم البنات غسلوها؟ لان الخيار تيكون فيه الغبار، ميكروبات، جراثيم، دونك اي حاجه كنبغيو نطبقوها على البشره ديالنا كيخصها تكون مغسوله مزيان. غادي نحكها مزيان بهذه ونعاود نرجع معاكم. وها هي الخياره ديالي من بعد ما حكيتها. صراحه ما حكيتهاش كامله حيت جاتني بزاف، نتوما الا بغيتو كميه كبيره حكوها كامله، انا صراحه حكيت غير نص لان عندي الخياره كبيره، وحكيتها بالقشور ديالها. اهم حاجه انكم تحكوها بالقشور ديالها، لان القشور ديالها فيه فوائد كثيره للبشره ديالنا. غادي نشد الخياره ديالي وغادي نبدا نعصرها بحال هكا في هاد الطاسه. من بعد راني غادي نصفي، واخا يبان لكم شي حاجه كطيح راني غادي نصفيها. من بعد ما عصرتها درتها على عافيه مهيله البنات، غير تبدا تسخن واحد شويه غادي نزيد لها معلقه ديال المايزينا. دابا غادي نزيد معلقه صغيره ديال المايزينا، نتوما على حسب الكونتيتي اللي درتو. درتو كونتيتي كبيره غادي ديروا معلقه كبيره ديال المايزينا، درتو غير بحالي نص خياره غادي ديروا غير معلقه صغيره، وتبداو تخلطوا مزيان حتى يعقد هادشي. هاد البقايا ديال الخياره البنات اللي غادي يبقى لكم ما تلوحوش، غادي ديروا في الثلاجه، ومن بعد غادي نوريكم شنو غادي نديروا به. ايوا من بعد ما وجدنا الوصفه ديالنا كتجي على هاد الطريقه هادي. المهم انا درتها في ديك لابوال ديال شيئين اللي خديت من شيئين، هانتوما كتولي بحال الكريمه البنات، شفتوا كتولي كريميه. هاد لاكريم هادي كديريها للبشره ديالك، ولكن اهم حاجه ان الخياره تكون مغسوله مزيان، ماشي تجيبيها من الثلاجه ولا كيف تشريها غادي تحكيها وديريها، لا غسليها مزيان، لان دوك الغبار، التربه، الجراثيم، داكشي كامل راه كيلصق لينا في البشره ديالنا وكيدخل لينا مع المسام، وكيولي من بعد هذاك الشيء على شكل تصبغات. دابا البنات من بعد ما حصلت على كريمه كاضافه غادي نزيد عليها سيروم فيتامين سي، هذا ديال بروفيتال، انا مخليها غير الوصفه الطبيعيه، غادي ندير واحد جوج رشيشات بحال هكا وغادي نخلطها مزيان. هاد سيروم فيتامين سي البنات هذا كيوحد لينا البشره، كذلك كيرطبها. بغيتو تزيدو زيدو، الا كان عندكم زعما من الاحسن انكم تزيدو، ما كانش عندكم ماشي مشكل، غادي تكتفيو غير بالخيار، راه هاد الخيار البنات راه فيه منافع بزاف. ولا عندكم فيتامين او حتى هو ديروها البنات، ديروا واحد النقيطه ولا جوج فهاد الخليط هذا. دابا البنات غادي نطبقو على البشره ديالي، غادي نطبقو على البشره ديالي. كيف ما كتشوفوا بشرتي راه مغسوله ما فيها حتى شي حاجه، ضروري تكونوا غاسلين البشره ديالكم، وغادي تبداو تابليكيوه بحال هكا على البشره ديالكم. ونسيت البنات ما قلتش لكم بلي الخيار كيعالج المشكل ديال حب الشباب، وكذلك كيحارب التجاعيد، وخصوصا هذوك التجاعيد اللي تيكونوا رقيقه في البشره هما اللي كيتحولوا مع المده لتجاعيد غليظه، فهو ايفيكاس لهذه القضيه هذه، يعني الا داومتوا على الخيار، وكذلك كيضيق المسام الواسعه.
مول بنات من بعد ما طبقت الوصفه على وجهي غادي نخليها 10 ديال الدقائق وغادي تبقاو ديروها جوج مرات في الاسبوع. هاد الوصفه هذه كتليق البشره الجافه المختلطه الدهنيه العاديه وحتى الحساسه، علاش لا، لان فيها مكون اللي هو طبيعي الخيار. وحتى ميزينا البنات راه كتعطي تفتيح للبشره، هذه نسيت ما قلتهاش لكم، حتى ميزينا راه كتفتح اللون ديال البشره، ماشي غير كتعقد لينا الخليط وانما حتى هي راه غادي تنفعنا للبشره ديالنا. دابا البنات بالنسبه لهذا الشيء اللي كان شاطلينا قبيلات من الخياره ما غاديش نلوحو كيف ما قلت لكم، غادي ديروه في الثلاجه وغادي تحتفظوا به واحد المده ديال 3 ايام ولا يومين كاع، يعني ما تفوتوش 3 ايام. غادي تشدوه وغادي تحطوه تحت العين ديالكم اولا غادي تدوروه على الكونتور ديال العين ديالكم كامل، كيحيد الانتفاخ اللي تيكون هنايا تحت العين، كيحيد لك الهالات السوداء. وإلا كانت العين ديالك يعني كتحسي بها انها عيانه هذا راه ايفيكاس لهذا الشيء. غادي تشديه وغادي تحطيه على الكونتور ديال العين ديالك كامل اولا غير في هذه المنطقه هذه. انا دابا ما غاديش يمكن ليا نديرو حيتاش جالسه اكيد غادي يطيح، لانه ما جامد ما حتى شي حاجه غادي يطيح ليا. انت حتى تكوني جالسه ومرتاحه ومتكيه وديريه على العويان ديالك، خلي واحد المده ديال 10 دقائق ولا 20 دقيقه فوق العين ديالك، راه زوين زوين بزاف البنات. واخا شديناه وعصرناه مزيان من داك الماء ولكن راه باقي فيه الماء، يعني راه دابا الا شديتو وعصرتو ها نتوما ها نتوما بلاتي شفتو، الى عاود تعصرتو مزيان غادي يخرج ليا الماء. المهم هذا ما تلوحوش راه مزيان، وممكن انكم ديروه للوجه ديالكم كامل، راه ماشي غير المحيط ديال العين. مثلا الا كنتي داخله من برا وجهك سخون او حسيتي بانه تحرق من الشمس، اول حاجه ديريها هو هذا لانه كيكالمي وكيبرد الوجه، يعني شي حاجه اللي غزاله زوينه بزاف. دابا انا غادي نمشي نتكى واحد شويه وغادي ندير هذا فوق العوينات ديالي على ما البشره ديالي تكون استفدت من هاد الكريم هذه اللي درت. ديك الساعات غادي نمشي نغسل وجهي مزيان واحد الرطوبيه يا البنات من مورا ما غسلت البشره ديالي. المهم انتم شوفوا معايا واحد الرطوبه خياليه. المهم ما غاديش نبقى نشكر لكم بزاف هذه الوصفه هذه، غادي ديروها وغادي تجربوها خصوصا انها يعني ما فيهاش شي مكونات لي بزاف. خياره معلقه ديال المايزينا راه كتواجد في كل بيت، خياره كتواجد في كل بيت. ما عندكش سيروم فيتامين سي ما ديريهش، يعني ماشي شرط ضروري انك تزيدي سيروم فيتامين سي، ولكن الا عندك ديريه حيتاش زوين. ما عندكش ما ديريهش، ولكن البنات راه واحد الرطوبيه راه ما نقولش لكم خطيره خطيره. البنات اللي كيبغيو تفتيح البشره ديالهم داومي على هاد الماسك او على هاد لاكريم هذه اللي درنا بالخيار، داومي عليها وغادي تشوفي وغادي تلاحظي الفرق. المهم ما غاديش نبقى نهضر بزاف وندوي بزاف، الوصفات الطبيعيه ديالي راه ساهله تكون ايفيكاس وزوينه، وهذا الشيء بشهاده البنات بطبيعه الحال. بزاف ديال البنات كيجربوا الوصفات ديالي، ونسيت ما قلت لكمش الوصفه الا بغيتو ديروها، يعني اي وصفه كيف ما كانت كتجربوها اول حاجه تحت الودن ديالكم عاد كديروها للبشره ديالكم. يعني هاد الوصفه هذه فاش بغيتي ديريها جربيها تحت الودن ديالك، لاحظتي انها ما دارت لك لا تهيج لا احمرار لا حتى شي حاجه، ديريها للبشره ديالك. ولكن راه انا متاكده انها ما غادي دير لك حتى شي حاجه لان الوصفه طبيعيه 100%. المهم غادي نرطب البشره ديالي، راكم عارفيني باش كنرطب ايفا كلارمات ضروري من مورا اي وصفه كنرطبوا البشره ديالنا بالمرطب ديالنا اولا بزيت ولا باي حاجه كترطبي بها الوجه ديالك. المهم راه غادي نعصروا حيت تسقاد عليا. يلا نوضي جربي الوصفه دابا البنات وردي عليا الخبر في لي كومونتير واش عجبات ولا ما عجباتك. يلا غادي نستنى الاراء ديالكم البنات، ونتمنى ان الفيديوهات ديالي يكونوا كيعجبوكم ونكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. ما تنساوش اللايك البنات، كتنساو ليا اللايك، وبطبيعه الحال بارطاجيو القناه ديالي مع خواتاتكم مع احبابكم مع عائلتكم مع الاصدقاء ديالكم باش هكا نكبروا العائله ديالنا. وتهلاو ليا فراسكم مع فيديو جديد. سلام عليكم.